بالنسبه لي كابتن ابراهيم فخر الدين هو افضل مدير فني في مصر وفي الوطن العربي. ده مش عشان التحيز والله، بس عشان اسباب كتيره، من ضمنها مثلا انا عندي في البيت صندوق كبير لكل ميداليات الذهب. انا بالنسبه لنا الفضه والبرونز مش من بقى مقتنعين بيهم قوي، بس الذهب كتير قوي لدرجه اللي احنا مش بنعدهم. ده حاجه. الحاجه التانيه مثلا بابا اول مدير فني في مصر وفي الوطن العربي يستخدم التحليل الفني لمباريات الكره الطائره. والدي طول حياتي بشوفه يا اما بيقرا كتاب، يا اما بيقرا مقاله، يا اما بيدور على فيديو على النت اللي هو يحسن بيه معلوماته علشان يقدر يكسب الفريق اللي هو بيدي. ده بالنسبه طبعا كابتن ابراهيم فخر الدين. بالنسبه لبقى بابا رجل حازم، عنده 2 أطفال ولاد، فكان عايز يربيهم تربيه سليمه يخليهم يطلعوا رجاله في بيتهم وفي شغلهم. فبالتالي كان رجل حازم معانا دايما، بس ده مش معناه ان هو كان قاسي، بالعكس هو كان حازم بس. ولما كان الوقت يستدعي اللي هو يكون حنين او طيب، كان بيبقى حنين وطيب معانا جدا. وبالتالي انا من وجهه نظري والدي افضل مدير فني في مصر وفي الوطن العربي والعالم كمان، وافضل بابا في العالم كمان. اتمنى ليك يا بابا كل التوفيق باذن الله، وان شاء الله ربنا يوفقك على قد تعبك وعلى قد مجهودك. يعني حبيبي طبعا يرجع بالسلامة ان شاء الله من دهب في الفسحة بتاعته.